السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حديثنا عن الرقية، وهو الحديث الثاني وموضوعه المس. نبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا ذكرنا أن الرقية تستخدم لعلاج الأمراض التي تصيب الروح، وهي كما ذكرت سابقا 6 وهي السحر والحسد والعين والنفس والمس والوسواس. وأمراض الروح بالرغم من أنها تصيب الروح إلا أنها تؤثر على البدن فيقع منها أعراض على البدن كما سيأتي في التفصيل. والمس هو عمل شيطاني يصيب الإنسان بأمراض في بدنه وأمراض في نفسه، وأفضل مثال لذلك هو ما ورد في القرآن الكريم حكاية عن سيدنا أيوب، إذ قال الله سبحانه وتعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وكذلك قوله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ونلاحظ من هاتان الآيتان أن هناك مسا أصاب سيدنا أيوب في بدنه، ومس يصيب الإنسان في نفسه. فالمس الذي يصيب البصيرة، هنا قال سبحانه وتعالى: تذكروا فإذا هم مبصرون، أي أن البصيرة كانت قد ذهبت أو اختلت في بسبب مس الشيطان، هذا مس نفسي. أما المس البدني فهو الذي أكدته الآية الأخرى حكاية عن سيدنا أيوب: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. والنصب هو التعب الشديد الذي يصيب البدن، ومن هذا يتبين لنا أن هناك نوعان من المس: مس يصيب البدن ومس يصيب النفس، وكلاهما من عمل الشيطان. والذي يؤكد ذلك الآية الكريمة التي وردت عن المؤمنين في الجنة، حيث يقول: لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والنصب هو التعب البدني، واللغوب هو التعب النفسي، وكلاهما يمسان الإنسان. ولما كانت هذه الأمراض أو هذه الأحوال مما يصيب الإنسان من الشيطان، فقد جعل الله سبحانه وتعالى في القرآن منها شفاء. وفي الرقية من هذه الإصابة أو من هذا المس، يستحسن الاستفادة أو استخدام هذه الآيات الثلاث بالإضافة إلى الآيات الثابتة في الرقية التي ذكرنا قبل، وهي الفاتحة وآية الكرسي والمعوذتين وسورة الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد، ويكون بذلك تمام رقية المس الذي هو موضوعنا اليوم هذا. والله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.